ألم الركبة مشكلة طبية شائعة بتنتج عن إصابة الأجزاء المختلفة المكونة للركبة. ألم بيصيب الأشخاص من مختلف الفئات العمرية. قد يتطور وجع الركبة بشكل تدريجي أو يظهر بشكل مفاجئ بسبب التعرض لإصابة في الركبة أو بعد ممارسة التمارين الرياضية. في عدد من العوامل بتزيد من خطر إصابة الركبة، ويستلزم وجودها حذر أكبر وعناية أكبر في حالة الإصابة، منها المعاناة من السمنة والتعرض لإصابة سابقة في الركبة وضعف عضلات الساق والمعاناة من مشاكل في الساقين أو عدم تساوي طول الساقين. أهلا بكم. بيسموها الإصابة المنحوسة، بعبع اللاعبين، الإصابة اللي بعديها غالبا لو اللاعب محترف بيخرج من الملعب ساعة الإصابة دي وهو يبكي. هي الإصابة الوحيدة اللي تخلي اللاعب يحصل له الحالة النفسية دي. طبعا الإصابة الأكثر رعبا بالنسبة لكل من يمارس كرة القدم المشاكل الركبة. أشهر الناس اللي أصيبوا في الركبة بمشاكل عنيفة وإصابة الرباط الصليبي تحديدا، هي اللي يعني اللي هي الإصابة الأكثر خطورة في الركبة، وغيرت الإصابة دي مسار حياتهم إلى حد كبير. أشهرهم هنعد كتير: رونالدو الظاهرة، رونالدو زافينومينا البرازيلي، تخيلوا أصيب في الركبة هو لما انتقل إلى الإنتر ولعب وخد كأس العالم وهو متعافي وراجع من إصابة بالرباط الصليبي. رونالدو تخيلوا، ها يعني ناس كتير كانوا بيسألوا طب لو ما كانش أصيب كان هيبقى شكله عامل إزاي. روبرتو باجيو ده بقى اللي فعلا عجوبة، ليه؟ لأنه روبرتو باجيو اللي شفتوه في حياتكم كلها وأول إصابة جات له في الركبة في الرباط الصليبي كانت هو عنده 18 سنة قبل أن نرى. يعني كل رؤيتنا لهذا الحريف الإيطالي لم يكن وهو سليم، لم يرى أحد روبرتو باجيو وهو سليم. كل اللي شفنا روبرتو باجيو مصاب برباطين صليبيين ويلعب بقدم ونصف كما كان يصف نفسه، بكل هذه المهارة وكل هذه الدقة في سواء يعني الانطلاق والباص والترئيس وكل الحاجات دي. ثالث واحد زلاتان إبراهيموفيتش ده يعني هذا العملاق جات له الإصابة في سن كبير، جات له هو عنده 35 سنة وكان بيلعب في مانشستر يونايتد في الوقت ده. آخر واحد عايز أتكلم عنه وطبعا حدته يعني الإصابة غيرت من مسار زلاتان، ده كان جبار لكن اتغير كتير بعد الإصابة. آخر واحد برضو ماركو أسينسيو لعيب ريال مدريد، أصيب كان واعد جدا، هو دلوقتي ما زال طبعا لاعب مميز للغاية، لكن انتقل من لاعب واعد جدا في العالم ومرشح أنه يكون أساسي في ريال مدريد للاعب احتياطي معظم الوقت في ريال مدريد، لأنه مش قادر يوصل لنفس الفورمة اللي كان عليها أسينسيو قبل. طبعا ما ننساش الصواريخ اللي كان بيشوطها أسينسيو، أكيد العضلات ضعفت، ما الصواريخ اختفت ليه؟ لأن العضلات مش بنفس القوة بعد إصابة الرباط الصليبي. الركبة وقصصها وما يدور حولها وخصوصا للرياضيين وغير الرياضيين كمان. النهاردة حوار ممتع جدا مع واحد من الأسماء القديرة في عالم الركب، النهاردة دكتور حازم محمد النمكي أخصائي جراحات العظام والمفاصل بمركز بين كيور وصاحب ماجستير جراحات العظام من كلية طب جامعة القاهرة والمتخصص لجراحات العظام بمراكز بين كيور. أهلا بيك دكتور حازم، منورني وسعيد جدا بهذه الزيارة. أهلا بيك دكتور أيمن، أنا أسعد. احنا قلنا ناس عالميين لكن في مصر في ناس كتير. مختار اعتزل بسبب الركبة، يعني انت عارف ان مختار اصابه الركبه اللي خرجته بره طبعا. في لعيبه كتير جدا 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 في تاريخ مصر، اعتقد طاهر الشيخ برضو نفس الكلام، يعني من الجيل اللي هو اللي كان مصاب في الجداد حسام غالي، يعني كانت الرباط الصليبي متقدم واحمد حسن جاله رباط صليبي حسن متاخر يعني اتاثروا طبعا، يعني حسام غالي كان ممكن يكمل اكتر من كده بس اصابه الركبه برضو اثرت فيه شويه. انا عايزك تقول لي بس المناظير، ايه هي المناظير الركبه تحديدا؟ ايه المناظير عموما عندكم؟ في البدايه حضرتك بتتكلم فعلا في مشكله مهمه جدا، وهنشرح طبعا ازاي المناظير غيرت مفهوم، او زي ما حضرتك قلت في البدايه ان دي اصابه سيئه السمعه، او اصابه لما يصاب بها المريض او الرياضي يعني بيبقى طالع من ملعب فعلا هو
حاسس ان تريزيجيه طلع يبكي بالظبط لما اصيب، رونالدو بيبكي في في الملعب ساعتها. حياته هتتغير بشكل كبير. ازاي بقى الجراحات المناظير والتطور اللي حصل في مجال المناظير حسن وغير شويه من فكره ان الاصابه دي اصابه سيئه السمعه بالشكل العنيف ده، اللي هي فعلا بطلت لعيبه كتير جدا ومواهب كتير جدا ما كملتش في كره القدم، او حتى لما رجعت ما رجعتش بالمستوى اللي كانت عليه قبل الاصابه. لا دلوقتي التطور المذهل في جراحات المناظير الحمد لله بينتج عنه ان المريض بيرجع بشكل سريع اولا، عشان 50% من التأهيل بتاع المريض طبعا العملية. يعني احنا طبعا دايما بنتكلم في مريض او الرياضي لما بيحصل له مشكلة سواء في الغضروف او الرباط الصليبي على فكرة التأهيل وما بعد العملية، بس طبعا الاساس الجراح قبل اي حاجة. ازاي الجراحة دي بالامكانيات الجديدة في مجال المناظير وعلاج مشاكل الركبة بشكل عام سواء رباط صليبي او غضروف ركبة بالمنظار، ازاي طبعا بينتج عنه ان المريض يطلع مع التأهيل طبعا 50% الباقية يرجع بشكل تقريبا زي ما كان. وزي ما حضرتك قلت مثلا في رياضيين جات لهم الإصابة في سن 35 سنة واكتر من كده، ده كان زمان استحالة انه يلعب كرة تاني اصلا يعني، ولا حتى بشكل غير احترافي. ما هو مختار جات له الإصابة اساسا خلاص بالظبط. لكن دلوقتي الجراحات بالمنظار بالذات الحمد لله بالتقنيات الحديثه، وان احنا ما بناخدش وقت خالص في الجراحه، وبالامكانيات والتقنيات والالات الحديثه في مجال المناظير، ان احنا الحمد لله بينتج ان التحسن او الشفاء او التعافي بيبقى بشكل كبير جدا، وبيسهل قوي فكره التاهيل وان المريض الرياضي يرجع بشكل سريع جدا للملاعب. ف ده بيخليه يرجع ويعرف يجيب مستواه تاني في وقت قليل، وده ما ياثرش عليه في طبعا في كاريره، ده هو يعني راجل حياته محترف ومحتاج يرجع بسرعه، محتاج يرجع بكفاءه يعني مش هنقول زي ما كان او على الاقل قريب من مكان قبل الاصابه. هو الحقيقه لهيب الكوره يعني بيصعب عليا في الحته دي قوي، يعني الناس بتحسد لعيبه الكوره يقول لك ايه بيكسبوا فلوس وبتاع، بس هي في لحظه يعني في لحظة في أقل من ثانية ما بيفقد مصدر رزقه أو جزء كبير من مكانته ومن مصدر رزقه، بينزل مرة واحدة من A كلاس مثلا إلى أقل من كده كتير. يعني خلينا نروح للمنظار في علاج الغضروف. حضرتك بتكلم في نقطة مهمة جدا، كان كتير بيعلقوا على رياضيين يقولك ده بيخاف على ركبته لما بيلعب مثلا في لعيبه محترفه كتير كانت بتيجي تلعب مثلا مع المنتخب يقول لك ده ما لا ده اصله خايف على ركبته على نفسه، وهو طبيعي خايف، هو ده مستقبله وحياته. طبعا يعني دي حاجه اساسيه بتغير جدا، بتغير في تفكيره وتغير في مستقبله ممكن في دقيقه خلاص. وفي لعيبه كتير زي ما حضرتك عارف كانت طالعه كويسه جدا بس حصل لهم اصابه في سن مبكر اثرت عليه. الخطيب اعتزل بسبب مباراه وديه، انت تعرف الحكايه دي؟ عارف يعني اصيب في مباراه وديه، مباراه اعتزال مصطفى عبده ده تسببت في اعتزال الخطيب اللي كان ممكن لما اصيب كان ممكن يكمل الخطيب يلعب كاس العالم لولا الاصابه في المباراه دي. الخطيب من الرياضيين اللي كان في سن كبير ومحافظ جدا على مستواه على لياقته كان يقدر يكمل، بس خلاص قال له لا، قال له اصابه ثانيه خبطه ثانيه وهتأثر على العين، فدكتور ساعتها فكان قرار انه لازم يعتزل اعتزال مباشره. بس كان في ماتش يعني ماتش اعتزال، ماتش ودي يعني، ماتش اعتزال ودي يعني ما يزعلوش من اللعيبه ان هو خاف على رجله. السؤال بقى اللي بيفرض نفسه، المنظار مع الغضروف. المنظار في جراحات اصابه الغضروف، طبعا حضرتك عارف الغضروف بالذات مع الرياضيين بيحصل قطع في الغضروف نتيجه كدمه او سقوط رجله اتلوت منه في الملعب، بيحصل قطع في الغضروف. حسب الجزء اللي اتقطع في الغضروف بيكون العلاج. في حالات كتير جدا بالذات الرياضيين بنقدر الحمد لله باستخدام المنظار ان احنا نخيط الغضروف او نعمل اصلاح للغضروف مش استئصال ليه. زمان طبعا حضرتك عارف كان بيبقى بشكل كبير جدا بيحصل استئصال جزئي للغضروف، لكن دلوقتي بقى بالتقنيات الحديثه بنقدر نعمل اصلاح للغضروف خلال المنظار، جرح صغير جدا
ده طبعا بيسرع وبيسهل فكرة ان الرياضي يرجع يتحرك على رجله تاني ويرجع التأهيل اسرع. كل ما يكون الجرح اصغر ده شيء بينتج عنه ان احنا بنوصل لمرحلة في التأهيل سريعة كل ما يكون الجراحة. وكمان طبعا بخلاف الرياضيين فكرة المريض بيقلق جدا من فكرة الجرح، هيبقى كم غرزة يا دكتور، مهمة جدا عند المريض. فطبعا المنظار بالدقة بتاعته والإمكانيات المستحدثة في علم المناظير الجرح بيبقى صغير جدا، وإحنا عن طريق الجرح الصغير ده بنعرف نعالج ممكن فوق 90% من إصابات الركب. السؤال تاني بقى، المنظار والرباط الصليبي، وده عايزين نشرحه بقى للناس وخصوصا الرياضيين. يعني إصابة الرباط الصليبي من الإصابات اللي بتأثر بشكل كبير جدا على ثبات المفصل، سواء مع الرياضيين أو غير الرياضيين. المريض يجي يقول لك أنا رجلي بتخني، بتزوغ مني وأنا ماشي، هو طالع سلم، بيحصل قطع في الرباط الصليبي. الرباط الصليبي من يعتبر 70% من ثبات مفصل الركبة قائم على الرباط الصليبي الأمامي، فعشان كده هو ده أكتر رباط في الركبة بيحصل له إصابة نتيجة التواء، نتيجة صدمة كبيرة في الملعب، حد دخل في رجله وهي ثابتة، حصل الحركة يحصل قطع في الرباط الصليبي الأمامي. عن طريق المنظار دلوقتي بنعرف نعمل استعواض للرباط الصليبي الأمامي بشكل كبير جدا وبشكل فعال باستخدام المنظار والتقنيات الحديثة. فطبعا ده بينتج عنه زي ما قلت لحضرتك إن المريض بيرجع للملاعب في وقت أقل والتأهيل بيبقى أحسن بكتير. الرباط الصليبي يرجع بعد قد ايه يعني الديوريشن، ولا بتختلف من شخص لشخص؟ تختلف طبعا، من سامعك قلت ممكن مريض يحصل له اصابه في سن مثلا 18 سنه، ده كده يختلف عن 35 سنه. وطبعا الرياضي غير الرياضي، حسب وضعيه مفصل الركبه وقوه العضلات والاربطه والمشكله اللي حصل نتج عنها اصابه الرباط الصليبي. يعني التعامل مع القطع في الرباط الصليبي الامامي المبكر طبعا بيكون افضل. في مرضى يقول لك انا عندي رباط صليبي من زمان وماشي بيه وبتاع، ده طبعا بينتج عنه ان حصل مشاكل تانية في الركبه، الركبه وضعها غير مستقر مهما كان هو بيحافظ او كان بيلعب كوره ما عادش بيلعب، لا بس انت خليت مفصل الركبه غير مستقر، بيحصل عنه طبعا ممكن يحصل عنه قطع في غضاريف الركبه، يحصل عنه قطع في الرباط الصليبي الخلفي، يحصل عنه خشونه الاحتكاك اللي بتحصل. فطبعا استعواض الرباط الصليبي ده مهم جدا، طالما المريض في سن صغير ما يسيبش الموضوع كده، حتى لو مش رياضي لا لازم يتعالج. وزي ما قلت حاجه دلوقتي العلاج بقى بسيط وبالمنظار فنتائجه هايله وبيمارس حياته بشكل سليم. الكتف بقى زي ما قلت حاجه، المناظير دلوقتي بتخش في تخصصات كتير جدا عندنا. يعني دلوقتي طبعا منها اصابات الكتف، الخلع المتكرر للكتف متعالج بالمنظار. لما بيحصل ان مفصل الكتف طبعا زي ما حاجة عارف مرضى السكر بينتج عنه مشاكل كتير في مفصل الكتف، الحمد لله دلوقتي بقينا بنعرف نعالجها بالمنظار بشكل كامل وبشكل جيد جدا. لما يحصل تيبس مفصل الكتف المنظار من الحاجات اللي مفيده جدا ليها. مفصل الكتف طبعا قاطع في العضلات الدواره للمفصل بتعالج برضو عن طريق المنظار ونتيجه هايله جدا. المنظار يعني الى حد ما تدخل محدود، فرق كتير محدود، دي عايزين نفهمها للناس. مينيمال انفيسيف بالظبط. زي ما شرحنا ان التقنيات الحديثه والمنظار احنا عن طريق جرح صغير جدا بنعرف ندخل نعالج مفاصل ما كناش بنعرف نوصل لها غير بجرح كبير زمان. غير طبعا مفصل الركبه والكتف ده قطع كامل في الرباط الصليبي. وازاي يشوف الحركة بالفحص الرباط الركبه سايبه خالص، سايبه بالظبط. ده تخيل ده رياضي، ده رياضي ما تكوين العضلة بتاعه. ما ينفعش لو حتى مش رياضي انه يمشي كده بالمفصل غير مستقر زي ما قلت لحضرتك، ممكن يطلع وهو يجي يقول لك انا ركبتي بتخني. هو مش فاهم في ايه، يعني رجله بتزوغ منه او بتسيب منه، فطبعا ده ما ينفعش. هو لعيب بيشخص نفسه في الملعب، خلي بالك اللعيب بيحسها في الملعب. ما هو اللعيب ليه بيبقى في حاله انهيار نفسي؟ لانه بيبقى اول مره يحس الاحساس ده. طبعا الم شديد
وزي ما حضرتك عارف بقى هو بيبص بقى لمستقبله كله وحياته وكاريره كله في اللحظه دي، بيبقى طالع ماشي على رجله بس عارف ان مفيش ركبه ثابته خلاص. بالظبط طبعا. هو طالع ماشي على رجليه طبعًا. بس في حاله انهيار، معظم اللي اصيبوا في الرباط الصليبي طلعوا ماشيين على رجلهم، طلعوا من الملعب ماشيين على رجلهم طبعًا. هو بيحاول يقنع نفسه ان هو كويس، ان هو مفيش حاجه. في ناس كملت الماتش يعني، في ناس قامت ويعني انا كويس، وطبعا بعد شويه بيطلع خلاص. مش قادر بقى يبدا يحصل ارتشاح في المفصل ويبدا يحصل الم شديد. فزي ما حضرتك قلت بيطلع ماشي على رجله. فعشان كده انا بتكلم ان غير الرياضيين اللي عنده رباط صليبي، انا انت ماشي على رجليك بس بيحصل مشاكل كتير، ما تسيبهاش كده. ازاي بيتم العلاج بالمنظار؟ احنا بنعمل ايه جوه المنظار؟ في الركبه تحديدا، في الركبه تحديدا بيحصل بنعالج زي ما قلت لحضرتك الغضروف، بنعرف نعالجه عن طريق طبعا استئصال جزء الغضروف او خياطه للغضروف، هيحصل خياطه غضروفيه عن طريق المنظار بطرق بسيطه جدا، وبالتقنيات الحديثه بتسهل جدا القصص دي. رباط الصليبي بنعرف نعمل استعواض، واستعواض للرباط الصليبي الامامي والخلفي دلوقتي عن طريق المنظار، استخدام المنظار ونتائجه هايله جدا. المنظار كمان بنقدر دلوقتي نعالج بيه مشاكل في مفصل الحوض، ودي حاجه من الحاجات اللي كانت ما مش موجوده في السابق. لا دلوقتي لو في قطع في غضروف مفصل الحوض او مشكله في كبسوله المفصل، بتتعالج دلوقتي عن طريق المنظار الدقيق، ونتائجها برده كويسه جدا، وبتاجل فكره الخشونه او ان يحصل الام مزمنه في مفصل الحوض. وطبعا حاجات كتير جدا العمود الفقري بنستخدم فيه منظار. فلا جراحات المنظار دلوقتي نتائجها هائله جدا ونسبه نجاحها عاليه جدا. نسبه النجاح قد ايه؟ يعني طبعا بالنسبه للركبه والكتف نتائج هائله جدا، ونتائج طبعا بتغنينا عن عمليات كبيره كانت بتحصل في السابق. نتائجها دلوقتي ممكن تعدي 90% كنتائج نجاح، نسبه نجاح بالنسبه لجراحات المنظار في الركبه والكتف. ده برضو بس ده مش رياضي بقى، ده مش ده اصابه عنيفه قبل كده، اصابه موتوسيكل. ده موتوسيكل ما انا عارفه الموتوسيكل. موتوسيكل اصابه موتوسيكل بيبقى مكتوب على رجل الانسان او على اي حته فيه، ده موتوسيكل اصاباته رخمه. ربنا يعافي الناس، اقول لكم ايه بس امشوا بالراحه. فعلا الاصابه كان عنده قطع في الرباط الصليبي الامامي والخلفي نتيجه اصابه عنيفه جدا في الركبه، وبرده الحمد لله تم اجراء الجراحه ان احنا عملنا له استعواض للرباط الصليبي الامامي والرباط الصليبي الخلفي، والتحسن كان ده هاي. بعد بقى ده بعد استعواض الرباط الصليبي الامامي ما شاء الله الثبات كويس جدا في المفصل، ما عادش فيه اللقه اللي كانت بتحصل قبل كده. لا كانت رهيبه يعني، لا ما فيش يعني ربنا عليك. مهتم طبعا باصابات الركبه؟ اوه يا باشا انا مهتم بكل الاصابات والايد ما هي مزعجه برضه. لا يعني نورتنا وشرفتنا واضفت لنا جزء مهم جدا. قبل ان نذهب، توصيتك للمصابين او اللي جالهم اصابه رباط صليبي تكون ايه؟ الاهم حاجه للمريض اللي حصل له مشكله في الركبه بشكل عام، مريض الإصابة الرباط الصليبي بشكل خاص، التشخيص المبكر ده مهم جدا. ان لو اتقال لك عملية ما تخافش، ده يعني دلوقتي الجراحة بسيطة وبتقوم في نفس اليوم تمشي على رجلك. فالجراحات الدقيقة اللي بتتعمل دلوقتي نتائجها حلوة جدا وهايلة، وبينتج عنها ان انت بترجع تمارس حياتك بشكل طبيعي، وبترجع الرياضي يرجع يمارس رياضته بشكل احترافي او بشكل للهواه بشكل كويس جدا. فما تخافش وسيبها لله. وللعيبه اللي بتلعب يعني خفوا في الدخلات على بعض يا جماعه شويه، واللعيبه الهواه يعني ما يدخلوش، ما الناس بتدخلش يعني، بنلعب مع بعض في يعني مكان هادي خالص يعني كده في الركن البعيد الهادي، مش لازم بقى ندخل بقى دب بقى ومش عارف ايه. ويا سلام بقى لو في دوره معموله ولا كاس مش عارف ايه في رمضان بيتعمل، نقعد نخبط في بعض ونضرب في بعض. لا خف على بعض يعني، اللعب على المهل خالص مش مستاهله الضربات الجامده اللي بتحصل فوق. انا بتكلم على الهواه يعني، المحترفين برضه يخفوا يعني، المساله ما تبقاش ضرر يعني. يعني الناس بس الهواه ما بيبقى اللعب كده يعني بعد العشاء في مكان لطيف جدا، ما ينفعش بقى يجي حد يروح جاي داخل في حد شايله ولا ايه؟ صح كده؟ بيأثر
جدا بيأثر عليه نفسيا، ما يخلوش يلعب تاني حتى لو بشكل للهواية. ارجوكم خفوا على بعض، فهمني يا رمضان. تعمل الاصابه ده بلاش. ضيفي العزيز دكتور حازم محمد النمكي، اخصائي جراحه العظام والمفاصل بمراكز بن كيور، وصاحب ماجستير جراحه العظام من جامعه القاهره، وطبعا متخصص جراحات العظام بمراكز بن كيور. نورت الدكتور واسعدتنا وخوفتنا، بس يعني مع الخوف في امل كبير جدا في ان الجراحات احدثت تقدم مذهل في عالم الركبه. نورت. ده نورك يا دكتور ايمن، وانا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. دائما انا ببقى سعيد لما انت بتيجي جدا. انا اسعد والله. طبعا جراحات العظام تخوف، انا بقول الكلام ده وانا خايف دكتور. لكن خلي بالكم نفسكم، ربنا يسترها مع الجميع وربنا يحفظكم جميعا، خليكم مع الدكتور.